الرابعة المتوسط. السلام عليكم، حضرت لكم بعض التمارين مأخوذة من اختبارات نماذج الفصل الأول للسنة الرابعة المتوسط، وسأقوم إن شاء الله بحلها. التمرين هذا يستغرق 10 دقائق. قبل ما تشاهدوا الحل ننصحكم باش تسيو تحلوه وحدكم، هكذا باش تعودوا على الحل وبالتالي تتفادوا الأخطاء. والتمرين الأول ماذا يقول؟ ليكن العددين الحقيقيان A يساوي 5 جذر 160 ناقص جذر 250، العدد B يساوي 5 جذر 20 في جذر 45 في جذر 5. السؤال الأول، اكتب كلا من العددين A و B على أبسط شكل ممكن. ثانيا، بين أن B على A يساوي 10 على جذر 2. ثالثا، اجعل مقام النسبة 10 على جذر 2 عددا ناطقا. نجاوب على السؤال الأول، تبسيط العددين A و B. تبسيط العددين A و B، A يساوي 5 جذر 160 ناقص جذر 250 تساوي، نبسط العدد A، لاحظ هنا 16 وهنا 25. يوجد مربعات كاملة لازم تعرفوهم، اللي هما 4 أس 2 تساوي 16، 5 أس 2 تساوي 25، 6 أس 2 تساوي 36، 7 أس 2 تساوي 49، 8 أس 2 تساوي 64، و 9 أس 2 تساوي 81. يوجد كذلك 3 أس 2 تساوي 9، 2 أس 2 تساوي 4. وهنا 16 مربع كامل لأربعة، نكتب 5، 16 ضرب 10 ناقص جذر 25 ضرب 10 وتساوي 5 جذر 16 هي تساوي 4 أس 2 مضروبة في 10 ناقص 5 أس 2 مضروبة في 10. نخرج 4 أس 2 تخرج من الجذر تساوي 4، 5 في 4 الكل جذر 10 ناقص 5 تخرج من الجذر في جذر 10 وتساوي 4 ضرب 5 تساوي 20 جذر 10 ناقص 5 جذر 10. النتيجة 10 جذر 10 نخرجه عامل مشترك 20 ناقص 5 ناقص 5 وتساوي 15 جذر 10 اللي هي A. نعطيك النتيجة. ننتقل إلى العدد B. B يساوي 5 جذر 20 ضرب جذر 45 ضرب جذر 5. 5 جذر 20 تساوي 4 مضروبة في 5، 4 مربع كامل. جذر 45 9 مضروبة في 5 الكل مضروب في جذر 5 وتساوي 5 جذر 4 هي 2 أس 2 في 5 في 3 أس 2 مضروبة في 5 كل في جذر 5 تساوي 2 أس 2 تخرج من الجذر تصبح 2، 5 في 2 جذر 5 كل مضروب في 3 أس 2 تخرج من الجذر 3 جذر 5 مضروبة في جذر 5 تساوي 10 جذر 5 مضروبة في 3 جذر 5 كل مضروب في جذر 5 تساوي 10 أعداد 10 ضرب 3 مضروب في جذر 5 في جذر 5 في جذر 5 وتساوي 30. جذر 5 مضروب في جذر 5 تساوي 5. عندنا جذر A في جذر A تساوي A وتساوي كذلك جذر A أس 2، 5 الكل مضروب في جذر 5 وتساوي 30 ضرب 5 150 جذر 5 اللي هي B. نعطيك دائما النتيجة. هذا بالنسبة للسؤال الأول. بالنسبة للسؤال الثاني، بين أن B على A يساوي 10 على جذر 2. بيان أن B على A تساوي 10 على جذر 2. نبدأ هنا B على A ماذا تساوي؟ B وجدناها تساوي
150 جدي 5 150 جدي 5 و A وجدناها 15 جدر 10 15 جدر 10 وتساوي نلاحظ هنا 15 15 يجب أن نختزل الكسر 15 مضروبة في 10 اللي هي 150 الكل مضروب في جدر 5 على 15 جدر 10 هنا نلاحظ كذلك هنا 10 و 5 10 تساوي ثاني 2 ضرب 5 وتساوي 15 ضرب 10 ضرب جدر 5 الكل على 15 نفكك الجدر جدر 2 في جدر 5 نقوم باختزال بما أن لدينا عملية الضرب 15 تختزل مع 15 جدر 5 مع جدر 5 وتساوي 10 على جدر 2 اللي هو بلا وهكذا بينا أن النسبة بلا أ تساوي 10 على جدر 2 انتقل إلى السؤال الثالث اجعل مقام النسبة 10 على جدر 2 عدد ناطق 10 على جدر 2 عدد ناطق معناه لازم نتخلص من هذا الجدر لكي نتخلص من هذا الجدر نضرب المقام في هذا العدد في جدر 2 ونقسمه على نضرب المقام في جدر 2 والبسط في جدر 2 والمقام في جدر 2 نتحصل على 10 جدر 2 على جدر 2 في جدر 2 هي 2 وتساوي 10 هي 5 ضرب 2 جدر 2 على 2 نختزل 2 مع 2 وتساوي 5 جدر 2 هذه النسبة بلا وهكذا تحصلنا اختزلنا بلا وتحصلنا على النتيجة عدد غير ناقص أي ملاحظات أو اقتراحات اتركوها لي في التعليقات وإلى فيديو قادم إن شاء الله.